السلام عليكم الناس الكل، مهيب زهيرو، مرحبا بكم في احدث لعبة محاكي المهنة سائق التاكسي. شباب، اللعبة دي نيونيو سخونة تفور، وفتما بشكر منكم طلبها مني على طول، حملتها وبش نلعبها مع بعضنا. طبعا شباب، لعبة مهنة سائق تاكسي كيف لعبة محاكي السوبر ماركت، ان نخدمه كسوبر ماركت وكل شيء وكذا، والدنيا نتوره بالسوبر ماركت متاعنا. هذه ان عنا سيارة تاكسي ونوصل بها الزبائن، زبائن حرفاء مش زبائن، زبائن ذيك في السوبر ماركت، لكن تاكسي ذيك تعتبر حرفاء، كل شيء فيها صحيح. مثلا هذا ماكم شفتوه البتاعة هذه الجير، يعني فهمتني انت، فهمتني صديقي شنو نقصد. اوكي، خلونا نشغلوا السيارة متاعنا ونغيروا الجير متاعنا، نحطوه في كيفاش يتغير الجير. اوكي طبعا شباب، رانا نتعلم كيفكم باي ذا واي. اوكي يلا خلونا ترى. اوكي كيف ما تشوفوا شباب، باش نوريكم حاجة، كل شيء فيها واقعي. تفرج مثلا كي تحب تكسيليري وانت ماكش منحي الفرامل، يعني شو كيفاش العجلة التلانية كيفاش حابسة، يعني كل شيء واقعي، لازمك تنحي الفرامل فهمتني، وتقصد ربي باش تولي تتحرك السيارة فهمتني صديقي. وطبعا كل شيء فيها حقيقي، فيها لازمنا نصلحوا السيارة كيف ما تشوفوا، الثلاثة وحدات هذوكم على الجنب على اليمين من اسفل نتاع قوة السيارة، ان مثلا الدامج نتاعها مثلا اذا ضربناها ولا حاجة، وبجانبها هي او لا لا الطريق هذا ما عنديش حق نتعدى، سامحني. اوكي لا اله الا الله، مدينه جديده مانيش حافظ هكا السير فيها وكذا، والدنيا كل شيء ان شاء الله يسامحوني يا اصدقائي. اوكي ما عليناش ما صار شيء. اوكي شباب، طبعا كيف ما تشوفوا هذه هي السياره نتاعنا، وبالنسبه لليسونس يعني او البنزين اللي عندنا جو طيب يعني. وتو خلونا نشوفوا اول زبون هكا طالب منا الخدمه والكل، يحب على توصيله والكل. طبعا لازمنا نفتحوا الخريطه نتاعنا ونشوفوا اقرب زبون لينا. انا راه فيه هذا يظهر لي، يلا هذا اقرب واحد لينا. اوكي كيف ما تشوفوا ولد في الخريطه غادي توا صار جليتش. لعبه جديده شباب، فيها مشاكل الكل، ما فيهاش اوبتيمايزاسيون يعني او تخفيف للمنصات الضعيفه، مثلا كيف البي سي اللي عندي ضعيف يعني فهمتني. واللعبه كيف ما تشوفوا هكا الجرافيكس فيها والجوده عاليه على الاخر، هذاك علاش شباب ممكن تصير لي شويه مشاكل هكا نتاع لاج والكل. اوكي خليني نبدل فيرست بيرسون، وهذا هو المكان نتاع الزبون نتاعنا. طبعا لازمنا ما نفوتوش 50 كيلومتر في الساعه في وسط المدينه. خليني نحاول ندور المقود للاخر باش نحاول نباركيها في مكانها الصحيح يعني السياره. اوكي على طول جبت. طب كيف ما تشوفوا هذا الزبون بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، اول زبون صديقي. وانت حاب تمشي شبيه فجاه ولا اصلع. اوكي ما ليناش فيه، خلينا نشوف الاضاءه يظهري شعل انا عندي، خليني نتاكد. اوكي طافي، لكن تبقى تفرج كي نجيب نكسيليري كيفاش هاك السياره بالقوه نتاعها والعزم وكذا. اوكي مالينا شباب، تو خلينا نحاولوا نوصلوا صديقنا، ولازم ما نفوتش ال 50 كيلومتر في الساعه. طبعا خاطرنا في مدينه والكل، والله واقعيه عالميه اللعبه بالحق، هي جديده على الاخر يعني، اكيد باش نلقوا فيها شويه مشاكل هكا والكل نتاع لاج والكل، لكن في المستقبل تو يحسنوا فيها ويخفوا فيها اكثر اللعبه يعني صديقي. يعني اذا كان صار لاج هكا ولا هكا اعتبروا راكم شفتوا شيء صديقي، هو رمضان كريم طبعا. اوكي هو ما يعتبرش بعيد علينا برشا ولا هو... لحظه والله زعما دخلت في السيد، لا اله الا الله، هو راهو عنده الاولويه، تعدى يثري اشاره حمراء وانا تعديت. خليني نشعل الغماز وندور منه ونحاول ما نبدلش الثيرد بيرسون، خاطر وقت البدل الثيرد بيرسون تصعب علي السياقه اكثر، انا بالفيرست بيرسون ويجعلنيش. اوكي اشاره حمراء توقف يا مهيب، وقت تتوقف ميساش بدل الثيرد بيرسون باش تعمل نظر سيارات وكذا، ودي نتفرج من هنا الموتورات وكذا ودني. والله السياره تفرج كي تجيب باش تكسيري، شوف القوة متاحة كيفاش، تحسها تسلا ولا حاجة، ما تحسهاش سيارة ديزل، تحسها سيارة إلى كارت كهربائية. في الاكسليريشن نتاعها في الخارجه نتاعها السياره تكون هكا قويه برشا واجريسيف فهمتني، خاطر كهرباء يعني ما ثم حتى شيء باش يحترق وكل شيء، اول ما تضغط على الدواسه على طول تعطيك القوه معناها فهمتني، مش كيف السيارات الديزل لازم يصير عمليه الاحتراق وما نعرفش شنو وكل شيء. اوكي على اساس انا نعرف السياقه والسيارات وما نعرفش شنو. اوكي شباب خلونا نحاولوا نوصلوا صديقنا هذا، مازال 800 كيلومتر معناها لازم يرد بالي ونقصد ربي. اوكي شباب يلا يلا يلا، وان شاء الله هكا كل ما نلعبوا شوي كل ما ينقص هكا اللاج في اللعبه، ولا مقلقني شويه انا موضوع اللاج. خليني نقص السرعه، قدامي سيارات حابسه تعرفش كيفاش، خليني نجي على الجانب هذا، هو انا بطبيعتي يظهري باش ندور على الجانب الايمن، هذاك علاش خليني نشد لي الايسر هذاك علاش خليني نشد يساري شباب وكذا فهمتني، حتى اذا كان صارتك شباب والكل. والله عالميه تفرج طريقه السير نتاع السياره والكل، تحسها واقعيه على الاخر والله. اوكي هكا تمشي على الطريق وكان ثم التوائيات في الطريق والكل، تحسها عالميه. اوكي خليني نجي منه، ونسيتش في السياره الحمد لله، هو خطر اذا كان مسيت في سياره هكا ولا هكا راهو السياره نتاعي تدمج ولازم نصلحها يعني كل شيء، ونعبي ليسونس للسياره ما ننساش، ولازمني نمشي يعني اذا كان صار تفرج السياره اللي امامي تخرج في برشا دخان اسود، لازمها تمشي السياره نتاعو السيد. اوكي ان شاء الله ما يدورش هذا، وانا خليني نتعدى قبل. اوكي مالينا شباب، يدوري اودي السياره اللي امامي اودي والله اعلم، اودي وبجنبها فيات مانيش متاكد، هو انا السياره نتاعي مانيش منها شنو، مسيت في السياره الامامي شباب، ولا حاولت اني ما نمس
نلمسش، والله حاولت اني ما نلمسش الشباب سامحوني، دمجت شوي السياره اللي امامي. والمشكله انا حتى اذا كان حبيت هكا نهرب وهكا ولا هكا، كيف ما قلت لكم اللعبه هك، والله نتوقع فهمتوني اللي عنده بي سي ضعيف اكيد فهمني الهم اللي انا عايش فيه. لكن الحمد لله انا نحاول نصور في فيديوهات وننزل لكم في محتوى بالرغم من البي سي نتاعي خرده معناها متحطم. اوكي يلا تو لازمنا نوصلوا السيد للمكان هذا، اول زبون عندنا، ويلا خلينا نحاول نبلص الكهرباء بطريقه جيده، خاطر لازمها تتبلص بطريقه جيده شباب. يلا يا رب يا رب يا رب الحبه بطريقه جيده. تو اوكي طريقه جيده ولا مش جيده هذا؟ طلع عملوا نظره شباب لحظه تو انا سيارتي يعني ظهر لينها بطريقه جيده وهي لا هكا سافا. هيا اوكي الحمد لله هذا اول ضرهم زوز هم وانا ماشي بالي واحد فقط ما نقدرش ركبت هذا. اوكي ما عليناش خلونا نواصلوا شباب يلا خلونا نواصلوا. ركبوا زوز ماشي بالي واحد وتفرج السيد هذه واحده جديده يا مرحبا بيك معليش ظهرت لي اللي هم زوز يعني. اوكي مالي نسي يلا خلينا نحاول نخرجوا بالسياره نتاعنا بالشويه تفرج. والله تعجبني على الاخر كي تبدا السياره تنطر كي تجي تخرج شوف تبدا هي حابسه شو تخرج هكا على طول شوف شوف بسم الله ما شاء الله يلا خلونا نحاولوا نرجعوا الفيرست بيرسون ونعاودوا نقصدوا ربي يلا بسم الله. توا خلونا لازمنا نلفوا على الجانب الايمن هذا ولا منين بالضبط؟ اي اللي هو هذا خليني نشعل الغماز ونحاول ندور يلا بالشويه يا مهيب بشوية بشوية يلا اوكي. وحتى السيد هذا باش يدور على الجانب الايمن كيفي مش بين نوخر التالي يعني. وش بها هذه مش عجبني اي بيزي بيزي خليني نحكي معها مثال يلا والله نضغط شباب علاش ما حبتش هو راني لا اله الا الله حقرت هكاك نعرفش ايش ثم والله ضغطت على حرف اربعه ولا هي اثنين ولا ثلاثه حبيت نجربها معها ما حبتش مانيش عارف علاش. اوكي يلا يلا ماريناش شباب يلا ورا المفروض لازم نجاوبها خاطر يظهر لك نجاوبها هي تاع الاكس بي والكل. هي قالت لي اليوم عندك معناها عندك ما تعمل برشا ولا لا فهمتني قالت لي بيزي انت اليوم ولا فهمتني بيزي معناها عندك ما تعمل مشغول يعني فهمتني. جيت نقول لها يس معناها هني خاطر قاعد نخدم معناها في النهايه ما نجمش نجاوبها مانيش فاهم علاش. اوكي بار ماريناش شباب خلونا نواصلوا احنا نواصلوا بكوش يعني بكوش ما نتحدثش بار ميسي ان شاء الله ما تكلمنيش المفروض طفيتها المره الاولى ما عادش تعاود تحكي معايا. يلا نحاول نزربوا شويه بالرغم من المدينه لازمك ما تفوتش فيها 50 في السرعه. اوكي هذه السبعين لازم ينفوتش نعتبره خرجنا شويه من منطقه العمران والكل ذاك علاش ولينا نجموا نجروا اكثر ندوروا من واصل يا مهيب. خلينا نبدل لكم الفيرست بيرسون الثيرد بيرسون شويه باش نجموا تشوفوا لكن هي المفروض نبقى بالفيرست بيرسون باش نجموا نشوف اكثر يعني. اوكي يلا يلا اشاره خضراء تحرك صديقي تحرك تحرك راك اودي وما ادراك اودي تطلع هكا بشويه اكسيليري يهديك ربي انا بتسلا يظهر ذري تسلا هذي ما نجموش يحطوا السياره الحقيقيه بالضبط على حقوق النشر معناها وكذا والطباعه وما ندريش شنو لما يشروا الحقوق من عند الشركه ولا قلقني شباب اللاج ممكن انتم ما تحسوهوش خاطر نقصت في المونتاج راهي اللعبه تحبس خلاص راه فهمتني ممكن على خاطرني مشغل برشا تطبيقات في الخلفيه اللي هي مثلا تطبيق تسجيل الصوت فهمتني توصل تسجيل الشاشه على كل واحدة على حده باش نجم نعدل الكل ممكن وقت نولي نصور في اللعبه هذه نولي نخدم كان تطبيق تسجيل الشاشه وفي نفس الوقت نخليه يسجل الصوت لكن ما هوش باش يكون لكم بجوده عاليه فهمتي هو باش يكون جودته جيده معناها فهمتني لكن انا حبيت على حاجه اكثر جيده لكم والكل باش نجم نعدل الاصوات والكل فهمتني غير لازم معالج قوي بي سي بمعالج قوي يعني وانا على ربي يعني فهمت كيفاش. اوكي باش نتعدوا في الحومه هذه لازمها السير بسرعه منخفضه بالكل 30 كيلومتر في الساعه وانا نعتبر نسير بسرعه اعلى هذاك علاش لازمني نقص شويه في السرعه. يلا صديقي تعدى برك تشوفوا في العلامه كيفاش 30 كيلومتر في الساعه برك هذاك لازمني ما نزيدش برشا خاطر في حاره صغيره بالكل هذه نجم طفل صغير يتعدى يجري مثلا امه رمضان وكذا امه بعثته برجيب لي من عند جارتنا ما نعرفش شنو شويه سكر ولا شويه طماطم ما نعرفش معناها فهمتني يحسرك كي كانت الجيران هكا خلطت عليها لو انا شباب الفترة هذيك تو ما عادش الجيران تحسهم يعني وقت ولا احنا ممكن كبرنا ما عادش نخمو التخمام هذاك والكل فهمتني لكن قبل كانت محلاها قبل عشت قبل خير برشا من عشت تو. اوكي خليني نشغل الغماز ولازمني ندور من الجانب هذا يلا يلا صديقي تتحرك عاد تتحرك خلينا نقصدوا ربنا نخدموا هذيك ربي راني تاكسيست انا راني تفرج السيد هذا قاعد على القهوة يدوري في القهوة هذا قاعد اوكي تفرج والله يا ودي رمضان هذيك ربي مشيش يظهر يفطر او يدوري قاعدين فقط ماهمش يفطر يقصروا في الوقت وكا هو اوكي ما نعرفش اوكي مازالت لها 80 متر فقط او بالاحرى 800 متر 0.8 كيلومتر ونخلطوا يعني ماهيش بعيده برشا
لكن لازم نزرب شوي شباب، الخط كيف ما تشوفوا الخط البرتقالي على الجنب في الخريطه هذاك ما لازموش يتيح برشا، خاطر هذيك الاجواء اللي عايشها السيد اللي نوصل فيها انا معناها، فهمتني؟ لازمها ما تطيحش برشا، اذا كان تحت برشا معناها هو ماهوش راضي على الخدمه. راضي يا صديقتي؟ بلا يكوني راضي برسمك بالله، راني مانيش ناقصك بالله، خليني في همي. شو 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 دودان هذا يظهر لي، اي يظهر لي دودان الامامنا شباب، اما تعدوا عليه ودي هيزرب بهديك ربي لا اله الا الله. هيزرب 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 ليت الهورن، اي حكايه في السياره نجم نضغطوا عليها راه معناها شباب، ونجم نشغلوا الراديو لكن خايف تبدا كوبي رايتد. نجربوا ترى ريت كيفاش، خنقصوا خنقصوا لتبدا كوبي رايتد. مساش تزربوا يهديكم ربي، عندي ما نعمل لا اله الا الله. مساش تحرك يا صاحبي، تفرج والله حابس السيد يا اخي، ما عنده ما يعمل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ودي همشي همشي والله ما ندز، ما نجمش ندز. وش بيحبس هو داخل يدور اغمى عليه ما صايم والكل، اي تحرك تحرك يدور داخل السيد طحلو السكر، الكلنا صايمين والكلنا تعبين يهديك ربي، ما لعب هذا لا اله الا الله. والسيد الاخر زيد ضرب لي في الباراشوك التالاني استعفايا اللي وراي، الكل من جاير السيد هذا. حسبي الله ونعم الوكيل، راني دعمت دعوه صايم يعني، فهمت؟ دعوه صايم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك لا اله الا الله. تفرج مازال يمشي، وشوف الزهر معناها الحظ جايبينه يمشي قدامي، معناها باش نوريكم بركة حظ صديقكم مهيب. هاني نمشي بشوي لا اله الا الله، ما نعرفش هكا قلبي يقول لي اطلع فوق الرصيف وفوت، ولكن ما نجمش لخاطر في حاره هذه تعتبر. تفرج الناس قاعدين هكا والكل، وانا ما يجيش منه نعمل الشيء ذاك. شوف شوف هو المكان اللي لازمني نحبس فيه، قالوا لي دور على اليمين. اه لازمني لازمني الشباب، خاطر الطريق هذا كيف ما تشوفوا شفتوا العلامه هذه، ممنوع المرور من مكان واحد. اه صديقي دور انا قبلك، ممنوع ممنوع الجولان على اتجاه واحد، فهمتني؟ تنجم كان تدور على الجانب هذاك اللي انا طوبش ندور عليه ونرجع له، فهمت كيفاش؟ ما عنديش الحق نمشي من الطريق هذاك، الطريق هذاك اتجاه واحد فقط فيه، العلامة تاع المطة هذيك هذيك السونس انتردي بالنسبة للتوانسة كي تفهموني شنو نقصد، يعني اتجاه معكوس يعني، فهمتني؟ او محجر على طريق واحد يعني. اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ دي كان كيف انا مثلا هكا نجم نتعدى فيه، لكن اللي جاي من غادي ما ينجمش. وكي تبدا علامة هكا ما فيهاش شلطة يعني، علامة بيضة فهمتني، وفيها فقط دائرة حمراء هكا، هذيك مكان محجر على جميع السيارات يعني من الجوانب الكل. تفضل صديقي. شوف صديقي اسمع، خلينا ناخذ تاسك اخر ب 200 اورو والله غالي يا شباب، خدمه التاكسيست في الدول الاوروبيه والله غالي على الاخر، مستحيل كان تخلط الدول العربيه، ولا مثلا في تونس كورسه واحده 270 اورو ملا لا 270 اورو، معناها السيد ممكن يخدم شهر ينجم يشري لامبورغيني ولا ينجم يوصل بها الناس. هذاك علاش شفت علاش الدول البتروليه مثلا كيف دبي وما نعرفش شنيا، سيارات التاكسي تلقوها ما ندري شنيا مرسيدس برابوس مثلا، فهمتني؟ جي كلاس ولا ما نعرفش لامبورغيني ولا حاجه، ولا تشوفهم ولا الاوبر نتاعهم ولا التاكسيات نتاعهم، السيارات ياسر هكا على خاطر الكورسه غاليه، فهمتني؟ نحن في تونس الكورسه ما توقعش باش تفوت 50000. اوكي خلينا نشوفوا السيد. اوكي مراه، اوكي ركبوا المره هذه ركبت معنا مراه وزوز رجال، لا زوز نساء وراجل، فهمت؟ مراه وزوز رجال لا لا لا، خليني نرجع الفيرست بيرسون، قعدت برشا بالثيرد بيرسون خاطر اكيد ثم برشا منكم يحبوا هكا يشوفوا السياره كيفاش تتحرك والكل. وتوا خليني ندور من الجانب هذا، والطريق ما نعرفش اذا كانوا طويل، اي طويل طويل 2 كيلومتر شباب، لازم نوصل المره هذه 2 كيلومتر كاملين، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه شباب ينقص اللاج والكل، تو نحاول نولي نقص في الابليكاسيونات او التطبيقات اللي في الخلفيه، هو كلهم نستحقهم راه، التطبيقات اللي ما نستحقهمش الكل مسكرهم، لكن ماكم تشوفوا شباب، طبعا المفروض هذا اليوتيوبر ما يقولش لكم عليها على المشاكل اللي تصير له، لكن انتم نحسكم اخواتي والكل، وانا ما نحبش هكا نكون كل بيناتنا هكا حاط جدار بيناتنا، اللي في القلب في القلب، تجيني حكايه في قلبي ديريكت نقول، باش تتحرك يا صديقي ولا باش تعمل لي نفس الطريقه، اوكي. الحمد لله تعاود تحرك السيد، يا اله الا الله يا اخي كبيره الطريق معناها ثم، اوكي والله معبيه، والطريق هكا لازم نعطوا الاولويه للي امامنا لا اله الا الله، والله مساكن التاكسيست ويبدا الكليون بجنبك يبدا هكا ينقنق عليك، ما ينساش تعدى صديقي يزرب، تفرج كيفاش يمشوا شوي ويحبسوا، خليني نشغل من توا الغمازه خاطر ريتو الضربه اللي صارت لي في السياره من تالي، هذيك بسبب السيد اللي توقف امامي فجاه ودخل ورايا ورايا واحد اخر، معناها ان شاء الله ما تصيرش مره اخرى شباب، يلا يطلع هطلع هطلع لا اله الا الله، والله خدمه شباب اني السوبر ماركت اسهل برشا من التاكسيست شباب،
خاطر السوبر ماركت ما فيها حتى شيء. اما التاكسيستي صعيب صديقي. اوكي خليني نشغل الغماز ولازمني ندور من الجانب هذا. يا ودي يتحرك 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 يتحرك. انا غبت نعطيك قرموع على راسك هذه والله. نعطيك كف عادي خلاص راه صايمين والدم طلع لي. لا اله الا الله مازلنا حابسين شباب. يدوري في تونس وما تلقاش يعني الطريق كما نكا معبي بارنا نستنى مثلا حتى مشكل. يلا واحد معناها باش يوصل زبون وكذا. انا نمشي في 9 كيلومتر راني حبست. مش لازم مش لازم وطول الوقت ل 11 صديقتي بالله ما تتغشيش. تو نحاولوا بسرعه تو نحاولوا. هي ماهيش متغشه كيف ما تشوف الخط البرتقالي كيف الجو طيب. ونجم راني نشغل لها الراديو معناها او مسجل الصوت هذاك باش تعمل جو. لكن خايف تبقى كوبي رايتد الغنيه. تحركوا تحركوا بالله والله العظيم خليني ساكت خير. صايمين وتعبين رانا. هزربوا شويه يهديكم ربي هزربوا شويه. اوكي كيما تشوفوا الدودان هذا لتخفيض على اساس احنا سرعتنا عاليه برشا حاطين لينا مخفضات سرعه. بالله خليني ساكت بعد هذا الكل قلت لكم خليني ساكت. اوكي يلا يلا خلونا نقصوا ربي شباب. مخفضات السرعه انا صديق ما يهمنيش في مخفضات السرعه. تمشي شويه وتحبس. ايش شرطه 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 بذنبي. احلى ناس ناس الحاكم. نحبوا الحاكم احنا ولا العظيم نحبوكم. الحاكم في خدمة الشعب يا بجرب. اوكي يذري كنت نجري بسرعة عالية برشا الحمد لله. هكا عرفت اللي هو حاكم من غادي. ان شاء الله ما يبقاش يمشي ورايا. ان شاء الله ما يمشيش ورايا شباب. ولا علاش خايف انا نصبون على روحي يعني. على اساس الحاكم اللي هي بيان تي هو بيدو مسكين راه يحب يروح. الكل هكا تعبين يا اخي. مو يخدم هو يا اخي. هو معناها يتولد من كرشوم وحاكم معناها ولا فهمتني. مو بعد يروح مسكين يولي هكا مواطن كيفنا كيف كيف خدمته يعني كيف الطبيب كيف الحاكم كيف كل شيء. ناس كل تعب على العباد. اوكي يعني خلونا نشوفوا قداش مازالتنا. مازالتنا 900 متر فهمتني ولا 0.90 كيلومتر. باش تتحرك صديقي تحرك وتحرك. واي شارع خضراء هي شارع خضراء يهديكم ربي. والتاكسيستي الشباب ماكم تعرفوهم يعني يتجولوا بطريقه يعني مش بالضروره يمشوا كيف المواطنين الكبار. مانيش نستنى ذاك حد يتعدى وانت زيد مانيش نستناك. لازم نوصل الزبون نتاعي بجو طيب فهمتني بسرعه وما يهمنيش. اوكي والله عالميه اللعبه. كانت تنقص شويه موضوع اللاج هذا. ان شاء الله بركه في التحديثات الجديده يحدثوها يعملوا لها اوبتمايزيشن وفوتوا الطريق ولا باش نوخر ما يهمنيش. يلا يلا وخر وخر يا مهيب وخر يا مهيب ودور منا. يال سيارة ما هي الشاحنة هذه بالشاحنة ما نعملهاش. هذه الفازة هذه هو اللي هو كنت نعمل فيها. أما المدة هذه ما عادش نعملها خاطر تعلمت اللي الرجوع على الأعقاب في طريق سيارة يتسبب في كارثة كارثة. كنت نعمل فيها اللي يتفرج في محاكي الشاحنات والكل. وفما شكون كتب في التعليقات يا مهيب رانا توحشنا محاكي الشاحنات يعني رانا نرجع لك صديقي نرجع لك ما تخافش ما نسيتهاش. حتى انا محاكي الشاحنات نموت عليها ونعشقها. 400 متر قدرة ربي ما ثم كان الخير نوصلوا جونا طيب. يا اخي الناس صايمين معناها ويتجولوا تي برا روح صديقي ما عندك ما تعمل تقعد في دارك يهديك ربي. تقعد تتجول هكا في الطريق وتسرح في ساقك بلا ما تقوليش تسرح في ساقي وسبور سبور مش مشي. واللي يقول لك امشي ايوه امشي مساش لكن كان انت كبير شوي مساش امشي جوك طيب. اما كان انت صغير يعني انسان صغير في العمر. اوكي ريت كيفاش نشوف المكان هذا شباب ونعبوا ليسونس يعني هذاك مكان غسيل السيارات والكل كحياه واقعيه بالضبط يعني عباره حياه واقعيه. خليني انا نوصل الزبون هذا للمكان نتاعو. مازالت قديش هو ليه. اوكي انا وصلنا هنا هنا هنا. اوكي لحظه وين لازم يدور على اليمين. اوكي هذا هو الطريق اللي باش نوصل فيه الزبون نتاعي. يلا صديقي هنا المكان نتاعو الاخير بسم الله. اوكي اخرج اخرج يخرج. اوكي مرحبا بيك. اوكي اوكي شباب هذه تجربه للعبه صديقي. اذا كان عجبتك ما تنساش انك تعمل لايك ونعدكم في الفيديو الجاي باش نقص اللايك ونعمل هكا تحسينات في نلقى حل نحاول نلقى حل حياة عمري نلقى في الحلول. اوكي ما تنساش انك تعمل لايك وشير سبسكرايب لاكثر حلقات من محاكي التاكسي. يلا باش مازال باي باي. الزبون هذه كانت باش تركب معايا لكن انا يعني قلت لها ما يهمنيش يعني باش نسكر. يلا باي باي شباب.